بعد موافقة السلطات السعودية على برنامج رحلة الحجاج الجزائريين، شرعت وكالة الخطوط الجوية الجزائرية في بيع التذاكر للفائزين في قرعة الحج. ورغم عناء الإجراءات وغلاء التذكرة، إلا أنه وبحسب المعنيين فإن زيارة البقاع المقدسة لا يقدر بثمن. إن شاء الله تكون زيارة مقبولة وعلينا وعلى المؤمنين كامل، ما القريب بي شوية غالي بصح ماشي خسارة في ديك البلاصة ولا لا لا يسلمك. شوية في الكوارت باسكو رايحين لهنا وعاودي ودلي لهنا بزاف، لا غير بزاف، مي غوزمون الانسان ماشي وحده، توجور انا مكومبانياتو، انا اللي نجي بس. المهم نروح نحج ونولي خلاص الحج، كون ديموندي بليس ما نقدرش نقولوا على الحج. لا لا نجاتني شوية الله يحفظك. على كل حال انا شوية شاعر يعني ماشي كما العام اللي فات، بصح كيما قال لك الحج بفرض لازم تروحي. إيه هذه حاجه ما هذه امنيه انا من 2005 وانا المركي. عمليه بيع التذاكر وبرمجه الرحلات تخضع لمعايير وجب التقيد بها من قبل شركه الخطوط الجويه الجزائريه، وهو ما يحرم بعض الحجاج من اختيار تاريخ الرحله. احنا ما نقدروش نفتحوا قراحات، لان نفتحوا هنا تدريجيا، لانه كان تتعمل طياره ولا حاب يروح في يوم خاص نقولوا له كاين مثلا وكاله هديه عندها هذا اليوم الخاص يحب يروح لعندها يتعاقد معهم. اول رحله للحجاج تكون يوم السادس من شهر اوت القادم، حيث تم تخصيص 52 رحله هذا الموسم ليتم نقل اكثر من 20 ألف حاج.